معانا مدير مديرية الإسكان المهندس محمد عبد المنعم. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. احنا شفنا على صفحة المديرية إن في 300 وحدة تاني بتتبني قدام السوق الحضاري الجديد. بالنسبة لل 300 وحدة دول تبع ملك محافظة البحر الأحمر، إسكان متميز، مساحات في حدود ال 130 متر، بتقام في منطقة السوق الجديد وجنب الموقف الجديد برضو، فمكان متميز جدا. وفي انتظار الشروط هتنزل من المحافظة إن شاء الله بطريقة البيع الوحدات ديت، هل سواء تكون بالمزاد هل بتكون بشروط معينة، لسه دي جاري دراستها يعني. ممكن حضرتك تكلمنا عن مشروعات الإسكان؟ احنا طبقا لمبادرة السيد الرئيس للجمهورية بإنشاء عدد 250 ألف وحدة على مستوى الجمهورية. طبعا تقدمنا بطلب لسيادة المحافظ اللي هو عمرو حنفي إنه يخصص مجموعة من الأراضي في جميع مدن المحافظة، وبالفعل تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 615 ألف متر في مدينة الغردقة، ودي إن شاء الله هتبقى امتداد للمشروع ده لغاية الطريق الدائري الأوسط، وده هيتم فيها إنشاء 10,000 وحدة سكنية. ديت في انتظار الإعلان بتاعها عن قريب جدا، يعني احتمال تكون قبل شهر واحد أو في شهر واحد اللي جاي ده. هتكون نفس مواصفات المساكن هنا؟ نفس المواصفات ديت بالظبط. فكمان إن في جميع المدن تم تخصيص قطع أراضي لإنشاء نفس المشروع في جميع المدن من الشلاتين لرأس غارب. يعني في مدينة الشلاتين تم تخصيص قطعة حوالي 20,000 متر، وفي مدينة مرسى علم تم تخصيص قطعتين، واحدة 109,000 وواحدة 137,000 متر، وفي مدينة القصير تم تخصيص 72,000 متر، في مدينة سفاجة تم تخصيص قطعتين، واحدة 18,000 متر والثانية 100,000 متر، وفي مدينة رأس غارب تم تخصيص قطعة 297,500 متر لنفس الغرض لإقامة المشروع في جميع المدن. ده توفير وحدات سكنية لكل الأهالي الموجودين ولا ممكن يكون حد من مقيم مثلا؟ الوحدات ديت مفتوحة لكل مدن المحافظة، يعني ممكن بتاع الشلاتين يحجز في الغردقة والعكس، بتاع الغردقة ممكن يحجز في الشلاتين، إنما من خارج المحافظة في الإسكان الاجتماعي لا، بتبقى مشروطة، انما في الاسكان المتميز او الاستثماري بتبقى مفتوحه. طب بالنسبه للاقامات، طبعا المشاريع ديت تمويل باستثناء طبعا ال 300 وحده اللي في السوق الجديد، الوحدات ديت تمويل وزاره الاسكان يعني بدعم من الدوله.